رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ مؤخرا على صرف العملات الوطنية مقابل العملات الأجنبية، إلا أن جشع التجار ومستغلي الأوضاع والظروف ما تزال كما هي حاضرة هنا في عدن، وهذا ما بدأ واضحا في أسواق ومحلات بيع الملابس التي تشهد ارتفاعا هائلا في أسعارها، خاصة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، ما جعل الكثير من الأسر الفقيرة والنازحة والمتعففة تقف عاجزة أمام تحقيق بهجة وفرحة أطفالها من شراء كسوة العيد، الأمر الذي جعل من بعض المبادرات الشبابية أن تكون لها بصمات إيجابية حاضرة في هذا الجانب. الأسر اللي إحنا اتخذناها اليوم في هذا المشروع فرحتكم تهمنا، كان تحت اسم فرحتكم تهمنا بدعم من جمعية الهجرة للأعمال الإنسانية والخيرية والتنمية، كان أول مشروع مع هذه الجمعية. نشكرهم على الثقة الكبيرة اللي وثقوا فينا إحنا، فبفضل هذه الجمعية تم توزيع 3 بدل ل50 أسرة، يعني في مجموع 150 بدلة. فرحتكم تهمنا عنوان حملته المبادرة في تنفيذ مشروعها الإنساني المدعوم من قبل جمعية الهجرة الخيرية للتنمية، لتقدم من خلالها هذا المشروع على توزيع كسوة العيد على ما يقارب من 50 أسرة من ذوي الدخل المحدود والأسر النازحة والمتعففة والفقيرة من عموم مديريات المحافظة. برعاية كريمة من مؤسسة الهجرة الخيرية تنفذ وتدشن مبادرة عندي أمل اليوم، عملها تطوعي، مشروع توزيع كسوة العيد للأسر المعدمة أو المتعففة، التي هي هدف من أهداف المبادرة الأساسية التي تسلط ضوءها على هذه الأسر، منها في المناطق النائية أو الأسر التي لا تستطيع مد يد طلب العون من الناس. فنحن قلنا يجب استهداف هذه الأسر، وخصوصا في شهر رمضان الكريم الذي يستحب عمل فيه هذه الأعمال الخيرية والتطوعية، وتهدف المبادرة إلى توسيع أعمالها الخيرية وخصوصا في هذه الأيام المباركة والفضيلة. المستفيدون من المبادرة بدت الفرحة عليهم وعلى أطفالهم، معبرين عن شكرهم للقائمين على هذا المشروع. أشكر مبادرة عندي أمل على الذي دعمت نحن فيه، لأنه مر الأوضاع صعبة والحياة صعبة، فلهذا يعني نفعت نحن كثير، وشفت كيف الواحد يهم إنه ما عندوش كسوة، ما فيش كده، يعني بدرجة أنني أنا للآن نحن مش قادرين نشتري يعني كسوة العيد والحاجات ورمضان والغلا اللي موجود فيه، بس الحمد لله يعني إن هذه أجت يعني فعلت نحن كثير كثير، يعني نزلت حمل منا نحن كثير هذه الكسوة العيد، والحمد لله ونشكر الشباب على فعلهم هذا. صراحة خففوا عنا كثير حمل، يعني يا ريت تكتر زي هذه وساعدوا الناس المحتاجة، من صدق في ناس بالبيوت محتاجة لهذه المبادرات. الإقبال على عمل هكذا مشاريع إنسانية، وخصوصا مع أيام شهر رمضان المبارك، تمثل بادرة إيجابية لتعميق التكافل الاجتماعي، فمن خلالها يتم التخفيف من كاهل معاناة تلك الأسر وإعادة الأمل والبهجة إلى قلوبهم وقلوب أطفالهم من جديد، فخير الناس أنفعهم للناس.